محاولات التوصل لحل سلمي للأزمة مستمرة ومن أطراف مختلفة، أحدثهم رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان. أردوغان كشف للعربية عن مبادرة لإقناع القذافي بالتنحي وتسليم السلطة إلى شخص يرشحه هو ويحظى بثقة الشعب. ليبيا هالكنون. نحن نعلم جيدا طبيعة العلاقات بين الليبيين وكيف ينظر من هم في شرق ليبيا إلى من هم في غرب ليبيا الآن، لذا فإن أولويتنا اليوم هي وقف إراقة الدماء. نريد وقف القتال من كلا الطرفين سواء من شرق ليبيا أو من غربها. لقد اتصلت بالقذافي 3 مرات واقترحت عليه، طالما أنه يقول بأنه ليس برئيس، أن يرشح اسما يختاره هو ويحظى بقبول الشعب الليبي ليكون رئيسا للمرحلة المقبلة. طلبت منه ذلك وتحدثت أيضا إلى ابنه. نعتقد أن هذا المخرج من شأنه أن يحقن الدماء وأن يعجل في تحقيق طموحات الشعب الليبي، وأتوقع من القذافي أن يتخذ خطوات إيجابية في هذا الاتجاه. كما رفض أردوغان أي تدخل عسكري لحلف شمال الأطلسي في ليبيا. وحذر رئيس الوزراء التركي في مقابلته مع العربية من أن أي تدخل عسكري أجنبي هناك سيزيد الوضع الأمني سوءا وقد يخلق عراقا جديدا. أريد أن أكون واضحا بالقول إن أي تدخل عسكري لحلف الناتو في ليبيا سيكون خطأ كبيرا، بل يجب أن لا يكون هذا الأمر مطروحا على أجندة الحلف أصلا، لأن من شأن ذلك أن يزيد من تعقيد الأمر في ليبيا. لنتذكر سويا ماذا حدث للعراق من جراء التدخل العسكري الأمريكي فيه. مئات الآلاف من الناس قتلوا وتم القضاء على حضارة عريقة برمتها، وحتى الآن لم تتشكل في العراق الحكومة المرجوة التي تلبي طموحات ومطالب الشعب العراقي، ولا نريد تكرار تجربة العراق من جديد في المنطقة.